وتنضم إلينا من الخرطوم سهام سعيد مراسلة الغد. سهام، ما هي رسائل البرهان خلال لقائه عددا من العسكريين اليوم؟ نعم، مرحبا بكم، مساء الخير حسين. الرسائل المهمة التي يرسلها أنه يصر على موقفه في إطار التصعيد بين الشق المدني والعسكري، بأنه يعني يصر على أن القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية والأجهزة النظامية لديها وضعها، ويتحدث عن يعني دور أو أشياء تراد لهذه الأجهزة العسكرية، ويتحدث عن هنالك من يشعل أشياء تشغل الرأي العام حتى يعني يشكك في وطنية هذه القوات المسلحة. هو فصل جديد من فصول التصعيد والإصرار على الموقف من قبل العسكريين ومن قبل المدنيين أيضا، ويصعب كثيرا من مهمة الإصلاح وحل هذه الأزمة حتى تدور مرة أخرى عجلة الدولة. إذا كانت دائرة أصلا في السودان واجتماعات مجلس السيادة واجتماعات مجلس الشركاء واجتماعات مجلس الأمن والدفاع الذي ينبغي أن يجتمع، لأن هنالك يعني كل هذه الأجسام ينبغي أن تجتمع، لأن هنالك الكثير من التحديات والظروف الصعبة التي يعيش السودان ويمر بها الآن. وهذه التصريحات سهام، كيف تم التفاعل معها؟ نعم، التفاعل إذا كان من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، فهنالك يعني عدد كبير من الذين لم يستحسنوا هذه التصريحات من الفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وبعض الذين يعني يقفون معه بشكل ما، ولكن لم تجد ارتياحا في الشارع السوداني، ذلك بالإضافة لأنها تؤجج الصراع كما قلنا بين المدنيين والعسكريين، ويعني تؤدي للمزيد من التصعيد، وهنالك إحساس كبير بالإحباط في الشارع السوداني، لأنه المعركة تتزايد بين الشقين الذين يحكمان الآن في هذه الفترة الانتقالية، بينما القضايا الأساسية التي تهم المواطن السوداني ما زالت في حالة توقف وحالة تدهور، حتى يعني هنالك أزمات طاحنة يعاني منها المواطن السوداني على الأرض، في السوق، في الخبز، في الحصول على الخبز، وهنالك أزمات تلوح في الأفق، والمزيد من الأزمات الطاحنة التي ستشتد في الأيام المقبلة، وهذا الصراع بين الجزئين المكونين للحكومة الانتقالية يعني في كل يوم في كل فصل يزيد الشارع السوداني إحباط تجاه الأداء العام لحكومة الفترة الانتقالية. سهام سعيد مراسلة أغد، كنت معنا من العاصمة الخرطوم، شكرا لك.